راح نبدأ اليوم الوحدة رقم 18. الوحدة رقم 18 راح نشوف مع بعضنا التأمين الصحي كعناصر هذه الوحدة يا شباب. راح نشوف مع بعضنا، نعطيكم مفهوم التأمين الصحي، أهداف التأمين الصحي، ولمحة بسيطة عن التأمين الصحي للمملكة العربية السعودية. هذه هي عناصر الوحدة رقم 18. أوكي، فايش المقصود بالتأمين الصحي؟ المقصود بالتأمين الصحي يا شباب يا بنات هو عبارة عن تعاقد، عبارة عن اتفاق بين الطرف الأول والطرف الثاني. الطرف الأول هو المؤمن والطرف الثاني هو المؤمن له، حيث أن الطرف الأول سوف يتحمل جميع مصاريف العلاجية للطرف الثاني وجميع النفقات المترتبة على الخدمة العلاجية. في المقابل الطرف الثاني اللي هو المؤمن له مطالب أنه يدفع مبلغ من المال مقابل تلك الحماية أو مقابل تلك الخدمة، ومبلغ من المال هذا ما عرفناه احنا بقسط التأمين. هذا هو تعريف التأمين الصحي. فلو تلاحظ معي هنا أنه التأمين الصحي هو عبارة عن سياسة أو آلية توزيع للخطر، فبالتالي الخطر المتوقع سوف يتم توزيعه. ليش؟ لأنه الفرد لحاله استحالة أنه يقدر يتحمل المصاريف العلاجية والخسائر المترتبة على المصاريف العلاجية. ليش؟ نظرا لارتفاع يعني المصاريف العلاجية، فالإنسان لا يقدر أن يتحملها لحاله. فيأتي التأمين الصحي عبارة عن يخفف الأعباء ويخفف التكاليف المترتبة عن تلك المصاريف العلاجية. فهذا هو الهدف من التأمين الصحي. أوكي، يعني تخفيف عبء المصاريف العلاجية على الفرد، لأنه الفرد يعلم كل العلم أنه استحالة أن يقدر يتحمل هذه المصاريف لحاله، فيروح يأمن تأمينا صحيا. فهنا نلاحظ أنه إيش هو التأمين الصحي؟ عبارة على نظام تكافلي، نظام تعاوني بين الأفراد، إذ أن مثل ما قلت الفرد حاله يعجز عن تحمل مصاريف العلاجية، فبالتالي يلتجئ إلى شركة التأمين ويؤمن عندها تأمينا صحيا، ويصبح هذا الإنسان قادر على دفع التكاليف وقادر على أنه يتمتع بالخدمة الصحية أو بالعلاج أو بالأدوية. فهذا ما يسمى بالتأمين الصحي. ما هي أهداف التأمين الصحي؟ بالنسبة للتأمين الصحي هنا عنده 5 أهداف أساسية. الهدف الأول أنه التأمين الصحي يقوم بإزالة العائق المالي بين المريض وحصوله على الخدمة الطبية. مش احنا قلنا يا شباب يا بنات أنه الفرد يعجز غير قادر على تحمل المصاريف العلاجية، فيلتجئ إلى التأمين الصحي. الغاية هو إيش؟ أنه يقوم التأمين الصحي بإزالة العائق المالي هذا اللي المؤمن له غير قادر أنه يقدر يتحمله. وبالطبع لما يكون مؤمن تأمينا صحيا، المؤمن له أو المريض سوف يتحصل على الخدمة الطبية اللازمة. 2، الهدف الثاني، التأمين الصحي سوف يوفر للمؤمن له خدمة طبية متكاملة وبالطبع بجودة عالية وبكلفة معقولة. بمعنى يا شباب، على سبيل المثال لنفترض انه شخص راح نسوي له عملية، كلفة العملية هذه 20,000 ريال. بالطبع 20,000 ريال هذا المؤمن له مستحيل انه يقدر يدفعها لحاله، فلما يكون مؤمن تأمينا صحيا ال 20,000 ريال هذه راح يدفع مثلا منها الا 4,000 ريال بس،
و 16,000 ريال راح تكون على حساب شركة التأمين الصحي. فهنا بالطبع الشخص هذا قد تمتع بخدمة طبية وقد تمتع بخدمة طبية ذات جودة عالية والكلفة حقها راح تكون كلفة مقبولة. يعني لما يقوم بإجراء عملية تتكلف له ب4,000 ريال أفضل بكثير، ويعني مبلغ معقول أفضل بكثير من أنه يدفع 20,000 ريال. الهدف الثالث أنه التأمين الصحي يسعى إلى رفع المستوى والرضا الوظيفي لدى الفرد. كيف ذلك؟ في فرق كبير جدا يا شباب بين أنتم موظفين، أغلبكم موظف، في فرق كبير بين تشتغل في مؤسسة وأنت مؤمن تأمينا صحيا على حساب المؤسسة هذه وراح تغطي لك جميع مصاريف العلاجية ليك ولزوجتك ولأبنائك وفي بعض الأحيان حتى للوالد والوالدة، وما بين أنك تشتغل في شركة أخرى حتى لو كان راتبها أعلى لكن راح تقول لك أنت غير مؤمن تأمينا صحيا. فالإنسان اللي راح يشتغل في الشركة اللي هو مؤمن عنده تأمينا صحيا راح يحس بالإطمئنان الاجتماعي، راح يحس بالراحة النفسية، وبالتالي راح يكون راضي عن تلك الوظيفة اللي هو قاعد يشغلها. فهذا يقول لي أن التأمين الصحي سوف يقوم برفع مستوى الرضا الوظيفي لدى الفرد. الهدف رقم 4، التأمين الصحي سوف يساهم في تحسين الخدمات الطبية المقدمة. يعني إيش؟ نلاحظ أنه يا شباب أن الخدمات الطبية اللي تقدمها المستشفيات عمال تتطور، وهذا يدل على مدى تحسين تلك الخدمات الموجودة في المستشفيات سواء الحكومية أو المستشفيات الخاصة. فلاحظنا أن الخدمات المقدمة، الخدمات التي تقدمها المستشفيات، يعني تحسنت من سنة إلى أخرى. وهذا ليش؟ هذا راجع إلى الأموال التي تتقاضاها المستشفيات من التأمين الصحي وراح يعود عليها بالفائدة. ليش؟ لأن تلك الأموال نقدر نستثمرها في مجال التأمين الصحي، نقدر نوفر من خلالها آلات طبية لم تكن موجودة في المستشفى، نقدر نفتح أقسام جديدة لم تكن موجودة في المستشفى، وبالتالي نلاحظ أنه الخدمة الطبية مستوى الخدمة الطبية قد تحسن وقد زاد وقد ازدهر. الهدف الخامس الذي يقدمه التأمين الصحي المساهمة في التنمية المجتمعية. ايش المقصود؟ المقصود في المساهمة في التنمية المجتمعية يا شباب وبنات انه في السابق في الماضي منذ 20-30-50-100 سنة مضت نلاحظ انه بعض الامراض تؤدي إلى الوفاة، أو بعض الأمراض تؤدي إلى الإعاقة، أو بعض الأمراض تؤدي إلى التشوه، أو بعض الأمراض تؤدي إلى العاهة. هذا في الماضي. أصبحت اليوم بالتطور الطبي أصبحت هذه الأمراض لا تمثل مشكلة أصلا في المجتمع، وتم إيجاد حلول لها، وتم إيجاد أدوية لها، وتم إيجاد علاج لها. وصلنا إلى أن درجة أنه نقدر نكتشف المرض لدى الجنين لسه في بطن أمه، ونقدر نعالج المرض الموجود لدى الجنين قبل ما يولد. هذا كله أدى إلى تحسين في المستوى أو التنمية المجتمعية. شيء آخر لو تلاحظ معي، في السابق في الماضي كانت نسبة الوفيات لدى عند الولادة كانت عالية جدا، اليوم أصبحت نسبة الوفيات للأطفال عند الولادة شبه منعدمة أصلا، وهذا نفس الشيء سببه التطور في التأمين الصحي، التطور في الطب. وهذه الأشياء يا شباب تؤدي إلى المساهمة في التنمية المجتمعية. هذه هي أهداف التأمين الصحي. نمر الآن إلى العنصر الموالي وهو إيش؟ لمحة حول التأمين الصحي في المملكة. راح نعطيكم أنواع التأمينات الصحية الموجودة في المملكة
وراح نعطيكم نظام الضمان الصحي التعاوني بالمملكة. بالنسبة للمملكة يا شباب وبنات، هناك ثلاثة أنواع للتأمين الصحي، يا إما التأمين الاجتماعي أو التأمين الأهلي أو التأمين المباشر، ثلاثة أنواع بس. التأمين الاجتماعي يعني إيش؟ هي تلك التأمينات التي تقدم ضد خطر الإصابات العمل، وتأمينات اجتماعية التي تقدم تعويضات عن مثال خطر الوفاة، عن خطر الشيخوخة، عن خطر العجز، هذه كلها تسمى بتأمينات اجتماعية موجود عندكم في المملكة. النوع الثاني هو التأمين الأهلي. التأمين الأهلي هذا هي تلك التأمينات التي تقدم من طرف شركة التأمين. فنلاحظ أن هناك ثلاثة أطراف في هذه الحالة: الطرف الأول المؤمن له، الطرف الثاني مقدم الخدمة اللي هو المستشفى، والطرف الثالث هي شركة التأمين. فالتأمين الأهلي لا بد من وجود ثلاثة أطراف، فهذا يسمى بالتأمين الأهلي، هي تلك الخدمات المقدمة من طرف ثالث وهو شركات التأمين. بالنسبة للتأمين المباشر، اسمه إيش؟ تأمين مباشر. هذا التأمين يتمثل في إيش؟ أن بعض الشركات أو بعض المؤسسات تتعاقد مباشرة مع المستشفيات لتأمين العمال. على سبيل المثال نقول أنا شركة سابك، تروح إلى شركة بوبا وتقول لها نبغى نأمن تأمينا صحيا على موظفين شركة سابك، فهذا يسمى بتأمين مباشر. يعني كل موظف يشتغل في شركة سابك يروح مباشرة للمستشفى ويتعالج هناك بدون المرور على شركات التأمين، وما راح يدفع ولا ريال، وإنما شركة ثابت هي اللي راح تدفع في نهاية السنة مثلا مصاريف العلاج أو تكلفة العلاج، فهذا يسمى بالتأمين المباشر. بالنسبة للعنصر الثاني، نظام الضمان الصحي بالمملكة، نظام الضمان الصحي التعاون. بالطبع هذا النظام يا شباب يا بنات هو إيش؟ هدفه تقديم الخدمة الصحية، تقديم الرعاية الصحية لجميع المقيمين الغير سعوديين. وبالطبع يقدر المواطن السعودي إن أراد أن يتمتع بهذا النظام إلا بقرار من مجلس الوزراء. فنظام الضمان الصحي التعاوني يا شباب هو نظام يخص المقيمين الغير سعوديين، ونقدر نطبقه على المواطن بشرط انه يكون هناك قرار من مجلس الوزراء. وبالطبع انه نظام الضمان الصحي هذا يغطي جميع المقيمين وافراد الاسره، يعني المقيم وزوجته وابنائه. وفي المملكه هنا يلتزم كل شخص يقفل مقيم لا بد أنه يشترك لصالحه في التأمين الصحي أو الضمان الصحي التعاوني. يعني أنت لو عندك سواق في البيت أنت مجبر أنك تأمنه، أنك تشارك له، أنك تنخرط له في نظام الضمان الصحي التعاوني. هذا ما يسمى بنظام الضمان الصحي التعاوني. راح نشوف الخدمات التي يشملها هذا النظام والخدمات التي لا يشملها هذا النظام الضمان الصحي التعاوني. هنا شو يقول لي؟ يقول لي أنه النظام الضمان الصحي التعاوني يشمل الخدمات التالية: يشمل الكشف الطبي والعلاج العيادات والأدوية، يعني أنه جميع الكشوفات الطبية، جميع الأدوية وجميع العلاجات الطبية راح تكون مجاناً. اثنين، هذا الضمان يشمل الإجراءات الوقائية مثل التطعيمات ومثل رعاية الأمومة، بمعنى أنه طيلة فترة الحمل جميع العلاجات وجميع الفحوصات راح تكون مجانا، والتطعيمات التي تقدم سواء للمرأة الحامل سواء للابن راح تكون مجانية. ثالثا،
أن جميع الفحوصات المقبرية وجميع الفحوصات الشعاعية التي تتطلبها الحالة راح تكون كذلك مجانية. رابعا، الإقامة في المستشفيات وبما في ذلك حتى الولادة كلها تكون مجانية. يعني إلى قدر لا إنسان راح نسوله عملية وتتطلب الحالة أنه الشخص هذا يفضل في المستشفى 3-4-5 أيام أسبوع شهر كلها راح تكون مجانية. الإقامة في المستشفى تكون مجانية، حتى عملية الولادة سواء يعني ولادة قيصرية أو ولادة طبيعية راح تكون مجانية. يعني أنت لو لا قدر الله يعني الولادة راح تكون على حسابك الخاص في مستشفى خاص، أقل شيء راح تدفع 15,000-20,000 ريال. فإذا الولادة تمت عن طريق التأمين الصحي أو نظام الضمان الصحي راح تكون مجانية. كذلك معالجة أمراض الأسنان واللثة مجانية، ما عدا يا شباب يقول لي ما عدا التقويم والأطقم الصناعية فهي يعني غير مجانية. فبالتالي كل ما هو عملية تجميل لا تشمله وثيقة التأمين الصحي. فتقويم الأسنان والأطقم الصناعية تعد من بين العمليات التجميلية وبالتالي لا يشملها التأمين الصحي. النقطة الأخيرة، مشروعية هذا النظام الضمان الصحي التعاوني. يعني هنا في المملكة العربية السعودية أول نظام وأول تأمين صحي أجادته هيئة كبار العلماء كان نظام الضمان الصحي التعاوني، وكان ذلك في سنة 1997 هجري. فرأت هيئة كبار العلماء أن هذا النظام لا يهدف إلى الربح، وإنما هو عبارة على تعاون وعبارة على تكافل بين الأفراد في تحمل تكلفة العلاج وتحمل يعني الخدمة المقدمة. فبالتالي هذا النظام لا يهدف إلى الربح ولا يهدف إلى التجارة. ففي هذا الغرض يعني أجازت وأباحت هيئة كبار العلماء تطبيق نظام الضمان الصحي بالمملكة. هذه الوحدة رقم 18 ونمر إلى الوحدة رقم 19. في هذه الوحدة رقم 19 راح نشوف ما يسمى بتأمين المركبات. ولما نقول المركبات راح نتناول فقط التأمين على السيارات. أوكي، راح نتناول على بعض التأمين على السيارات. وبالطبع هنا لما نقول التأمين على السيارات كأول شيء راح نقوم به هو إعطاكم مفهوم السيارة، إيش مقصود بالسيارة والأخطار التي يمكن أن تصيب السيارة. راح نعطيكم أسباب وقوع الأخطار هذه، وراح نعطيكم مفهوم التأمين على السيارات وبالطبع وأنواع التأمين على السيارات اللي هي التأمين الإلزامي والتأمين التكميلي. فهنا شي يقول لي كمفهوم السيارة، شي يقول لك السيارة هي كل مركبة تشتغل بمحرك آلي يعمل بالوقود وقادر على السير في الطرقات البرية ما عدا تلك التي تسير على السكك الحديدية. بالطبع لا يمكن تسميتها مركبة وإنما سيارة وإنما نسميها قطار. هذا تعريف السيارة. السيارة هي عبارة عن مركبة ذات محرك يعمل بالوقود وتسير على الطرقات البرية، وكل ما يسير على السكك الحديدية لا يمكن أن نسميه سيارة وإنما نسميه قطار، نسميه مترو، نسميه مركبة إلى آخره. الأخطار التي يمكن أن تصيب السيارة يا شباب، في عدة أخطار قد تصيب السيارة. هناك خطر السرقة يصيب السيارة. لما نقول خطر السرقة يعني السرقة إما تشمل السيارة بالكامل أو تشمل جزء من السيارة. هناك خطر الحريق، ولما نقول خطر الحريق سواء أنه السيارة مركونة في البيت واندلع فيها النار أو يعني عند استعمالها واندلع فيها النار، هذا يسمى بخطر الحريق.
خطر التردي او السقوط، يعني كأن تسقط السيارة من مرتفع من جبل، هذا اسمه خطر التردي او السقوط. خطر الاصطدام، الاصطدام بمعنى ان سيارة تصطدم في سيارة اخرى او تصطدم في حائط او تصطدم بمترجل، فهذا يسمى في خطر الاصطدام، يعني الاصطدام سواء كان مع شيء ساكن او مع شيء يعني غير ساكن، مثلا الانسان او الفرد. الانقلاب، المقصود بالانقلاب انه عندما تكون السيارة غير مستقرة على الاطارات الكفرات يعني. وخطر المسؤولية المدنية يعني تلك الاخطار التي تصيب الغير نتيجة استعمال السيارة، هذه هي يعني معظم الاخطار التي يمكن ان تصيب السيارات. فهنا يقول لي انه هذه الاخطار يمكن ان نقسمها او نصنفها الى عدة انواع او ثلاثة مجموعات. هناك ما يسمى بالاضرار المادية المباشرة، الاضرار المادية الغير مباشرة، والاضرار الغير مادية. بالنسبة للاضرار المادية المباشرة هي تلك الاضرار التي تلحق بالسيارة واجزائها وما فيها وما عليها من ممتلكات، هذه تسمى باضرار مادية مباشرة. بمعنى إذا أنت عندك سيارة محملة ببضاعة وسوت حادث السيارة مما أدى لتلف البضاعة، هذه تسمى بأضرار مادية مباشرة. هناك ما يسمى بأضرار مادية غير مباشرة، المتمثلة في أنه الإنسان عند تعرض سيارته للحادث يصبح غير قادر على استعمال السيارة مثل المعتاد، وتوقف السيارة عن العمل المعتاد تسمى بخسارة غير مباشرة. على سبيل المثال لنفترض أن سائق تاكسي عنده سيارة والسيارة هذه هي دخله الوحيد، إذا تعرضت السيارة لحادث واستوجب الأمر إصلاح السيارة وتطلب الأمر يعني شهر، مدة شهر كامل. الأضرار الغير مباشرة المتمثلة في فقدان السائق لعمله طيلة شهر كامل فتسمى بأضرار مادية غير مباشرة. النوع الثالث هي الأضرار الغير مادية. يعني إيش أضرار غير مادية؟ يعني تلك الأضرار أو تلك المخاطر التي تصيب أجسام الأشخاص، التي تصيب أرواح السائقين، التي تصيب أرواح الراكبين. فلقدر الله إذا إنسان قتل سيارة وتعرض الحادث مما تسبب في شلل أو تسبب في إعاقة أو تسبب في وفاة سواء للسائق سواء للركاب، هذه تعد من بين الأضرار الغير مادية، تعد من بين الأضرار الغير مادية. بالنسبة لأسباب أخطار السيارات، يعني ما هي الأسباب التي قد تؤدي إلى وقوع حادث سيارة؟ تأكد أنه الحادث السير يا شباب يا بنات سببه ثلاثة أشياء، يا إما السائق هو السبب في الحادث، أو الطريق هو السبب في الحادث، أو السيارة في حد ذاتها هي سبب في وقوع الحادث. بالنسبة للسائق يقول لي أنه يجب إلزامي مجبر أنه السائق يكون يتمتع بالقدرة الكاملة على القيادة واللياقة البدنية على القيادة قيادة السيارة وإلمامه بتعليمات وإشارات المرور، ويكون يعني عنده اتزان في التصرف، لا يكون يعني عنيف ومتهور. لانه هنا ايش قال؟ لاحظ انه لما سوينا احصائيه عن عدد وحوادث السير لاحظنا انه الشباب هم الاكثر فئه متسببه في حوادث السير مقارنه مع الكهول. فليش؟ لانه الشاب
يتصف بالتهور والعنف عند القيادة، والكهل وكبير السن يعني يتصف بالالتزام في القيادة والصبر إلى آخره. فلاحظنا أنه عدد الحوادث التي يقوم بها الشباب أكثر بكثير من عدد الحوادث التي يقوم بها كبار السن. وبالطبع هنا لكي تكون أخطار السيارة بأقل حد ممكن، لا بد أنه السائق يكون وضعه الصحي سليم، يعني أنه السائق يكون سليم البصر، سليم الأطراف، قوة البصر، الأطراف سليمة، الانتباه، وعنده الوعي المروري والثقافة المرورية وثقافة الطريق. وكذلك عمر السائق، يعني تلاحظ معي أنه في بعض الدول يعني يمنع منعا باتا على الشيخ مثال فوق 70 سنة أنه يقود السيارة. ليش؟ لأنه في هذه الحالة لما يكون إنسان عمره كبير يعني حتى ردة الفعل راح تكون بطيئة جدا في تجنب حادث السير. فالعمر عنده يعني عنده تأثير على أخطار السيارات. وبالطبع هنا شركة التأمين عندما تقوم بتأمين السيارات لا بد أنها تأخذ بعين الاعتبار تاريخ السائق. هل السائق هذا تاريخه هو يعني حافظ بالحوادث نعم أم لا؟ إذا كان كذلك شركة التأمين سوف تطلب عليه قسط تأمين أعلى، وهذا موجود حتى في المملكة يا شباب، موجود جميع شركة التأمين مربوطة في سيستم واحد. السيستم هذا يخول للشركة أن تعرف الشخص هذا كم كانت عدد حوادثه طيلة تأمينه، سواء من سنة أو 20 سنة. السبب الثاني لوقوع حادث السيارة في حد ذاتها، وهذا منطقي جدا. ليش؟ لأنه السيارة قد تتسبب في بعض الأحيان في خطر، وهذا راجع إلى إيش؟ راجع إلى سلامة السيارة وصلاحيتها. فإذا كانت السيارة سليمة والبرامج شغالة والإنارة فيها كويسة، فإن تأكد السيارة راح تكون حوادثها قليلة. والعكس صحيح، فهنا يلزم على سائق السيارة أنه يستوجب استكمال جميع مستلزمات السلامة في السيارة ويقوم بصيانتها من حين إلى آخر. وفي هذه النقطة شركة التأمين لابد أن تكون عندها دراية كافية باستعمالات السيارة، بنوع السيارة، بمحرك السيارة، بالغرض من استعمال السيارة، بمجال جولان السيارة، المجال الجغرافي. هل السيارة راح تتجول في طرق معبدة وطرق سهلة أم في طرق وعرة؟ فشركة التأمين إذا كانت السيارة هذه مخصصة للطرق الوعرة والطرق الجبلية والطرق الصحراوية، فلا بد أن تطلب قسط تأمين أعلى. السبب الثالث لوقوع حادث سير هو الطريق في حد ذاته. ليش؟ لأنه من المفروض أن حالة الطريق تكون يعني وظروف الطريق تكون سليمة جدا حتى تقلل من حوادث السير. فلابد أن الطريق يا شباب يا بنات يكون خالي من المطبات، لابد أن الطريق يكون فيه إنارة كافية حتى يقدر السائق أن يشوف الطريق قدامه، هل فيش شخص، فيش سيارة ثانية، فيش دباب قدامه في الطريق إلى آخره. فلابد أن حالة الطريق يا شباب تؤثر في حوادث السير. إذا كانت حالة الطريق جيدة فتأكد أنه حوادث السير راح تكون قليلة. فتلاحظ معي هنا مثال في مدينة الرياض، الأشغال الموجودة في قطار الرياض تسببت في عدة حوادث، وممكن البعض فيكم قد أدت الأشغال هذه إلى حادث في سيارته. فهنا حالة الطريق يعني هي التي تسببت في حادث السير. المطبات الموجودة
الداخل الطريقة سببت في حدث شيء. لا بد أن الطريق يكون مجهز بإشارات مرور، لا بد أن الطريق يكون مجهز بمنطقة لعبور المشاة، هذه كلها تسمى بحالة الطريق. فهذه ثلاثة أسباب التي تؤدي إلى حوادث السيارات. بالنسبة لمفهوم التأمين على السيارات، بالطبع هنا التأمين على السيارات يا شباب يعد من بين تأمين الممتلكات والمسؤولية المدنية. أوكي، يعني ينتمي إلى تأمين الممتلكات وينتمي إلى تأمين المسؤولية المدنية، حيث أنه التأمين على السيارات هذا يضمن عند وقوع الحادث تعويض المؤمن له عن جميع الخسائر المادية والناتجة عن ذلك الحادث. وبالطبع هنا يضمن دفع مبلغ نسميه أنا تعويضات. في المقابل بالطبع المؤمن له مطالب أنه يدفع قسط التأمين إلى شركة التأمين. فهنا نلقى إيش؟ نلقى نوعين من تأمين على السيارات. هناك ما يسمى بالتأمين الإلزامي، وهناك ما يسمى بالتأمين التكميلي. التأمين الإلزامي يا شباب هي جميع التأمينات التي يفرضها القانون على صاحب السيارة، على مالك السيارة، وممنوع عليه منعا باتا، وراح يتم مخالفته كل إنسان يقود السيارة بدون تأمين، فيسمى بتأمين إلزامي. ومقابل التأمين الإلزامي هذا، يعني ضد الغير، سموه أنتم ضد الغير يا شباب أو المسؤولية المدنية، ومقابل التأمين الإلزامي هذا صاحب السيارة سوف يدفع قسط التأمين. وبالطبع مقابل القسط هذا شركة التأمين مطالبة أن تعطيه تعويضات عن جميع الأضرار التي قد تلحق للطرف الثالث. مثلا أنت تقود في سيارتك وأصدم سيارة أخرى، شركة التأمين المأمن أنت عندها مطالبة أن تعطي تعويضات لصاحب السيارة الثانية لأنك أنت المتسبب في الحادث. فبالتالي نجم نقول أن التأمين الإلزامي هو عبارة عن تأمين المسؤولية المدنية، تأمين ضد الغير الناشئ عن الحوادث، الناشئ عن الحوادث عند استعمال السيارة. ويضمن هذا التأمين الإلزامي يضمن دفع مبالغ من المال للطرف المتضرر، سواء في ممتلكاته سواء في أرواحه. بالنسبة للتأمين التكميلي، التأمين التكميلي يا شباب نفس الشيء، هو تأمين ممتلكات، لكن إيش هو اسمه تكميلي، يعني اختياري، نقدر نقول تكميلي أو اختياري، يعني لا يعاقب عليه القانون في صورة ما الإنسان لم يؤمن تأمينا تكميلي أو تأمينا اختياريا. هذا التأمين التكميلي يشمل إيش يا شباب؟ يشمل جميع الأخطار التي سبق وذكرناها، يشمل خطر السرقة، يشمل خطر الحريق، يشمل خطر الانقلاب، يشمل خطر التدهور، يشمل خطر السقوط. كل الأخطار التي شفناها اللي تتعرض لها السيارة لو تبغى أن تتأمنها فلا بد أنك تتأمن تأمينا تكميليا أو تأمينا غير إجباري، غير إلزامي، اختياري. هذا كله يسمى بتأمين تكميلي. فالتأمين التكميلي هذا لما نضيف عليه التأمين الإلزامي، يعني التأمين المسؤولية المدنية، يسمى بتأمين شامل، يسمى بالتأمين الشامل. بمعنى التأمين الشامل يساوي تأمين المسؤولية المدنية اللي هو تأمين إلزامي زائد التأمين التكميلي. هذا بالنسبة للوحدة رقم 19، ونمر إلى الوحدة رقم 20. هنا في الوحدة رقم 20 ممكن الوقت مكفينا، ممكن يعني نخلص نصف الوحدة، واليوم الأربعاء نخلص كامل الوحدة. الوحدة رقم 20 هذه يا شباب راح نتناول فيها مع بعض يعني لمحة حول التأمين على الحياة، التأمين على الحياة. هنا راح نعطيكم مفهوم التأمين على الحياة وأنواع عقود التأمين على الحياة.
طبعا بالنسبة للتأمين الحياة لو نبغى نعرفه يقول لي أنه التأمين الحياة يا شباب يتمثل في إيش؟ جميع العمليات التأمينية التي يكون لحياة الإنسان دخلا فيها، يعني أي خطر يصيب حياة الإنسان يسمى بالتأمين على الحياة. فبالتالي الخطر المؤمن منه متعلق بحياة الإنسان، والغرض منه هو إيش؟ تأمين الحياة يا شباب. الغرض منه أنه شركة التأمين سوف تدفع مبلغ من المال للشخص عند بلوغه سن معينة، يعني الشركة تقول لك بعد سن 60 راح نعطيك مبلغ من المال، أو اختار أنت مدة 10 سنوات، تقول أنت عمرك 30 سنة اخترت 10 سنوات، بعد مرور 10 سنوات الشركة مطالبة أن تعطيك مبلغ من المال ما يسمى بمبلغ التأمين. الغرض منه كذلك أن الشركة سوف تقوم بدفع مبالغ دورية ما نسميها بدفعات الحياة أو دفعات المعاشات، سواء لفترة محددة أو لمدى الحياة. بمعنى الشركة شو تقول لك؟ عند بلوغك سن 60، سن التقاعد عفوا، عند بلوغك سن 60 الشركة سوف تقوم بإعطائك كل شهر مثلا 5000 ريال. ال5000 ريال هذه راح يتم دفعها لمدة 10 سنوات فقط مثال، أو تقول لك الشركة 5000 ريال هذه راح نعطيك 5000 ريال كل سنة إلى مماتك. فهنا إما الدفعات راح تكون لفترة محددة أو الدفعات تكون لمدى الحياة. أو الحالة الثالثة أنه في تأمين الحياة الغرض منه هو دفع مبلغ معين للمستفيد عند وفاة المؤمن عليه. بمعنى أنه مثال الزوج يروح وقع عقد تأمين الحياة في حالة الوفاة، اسمه في هذه الحالة، ويقول لشركة التأمين أبغى وقع عقد تأمين الحياة والمستفيد من هذا العقد هو أو هي الزوجة، يعني بعد وفاة المؤمن له المستفيد اللي هي الزوجة سوف تتمتع بالتعويضات. هذا هو الغرض من التأمين على الحياة. فنحن نقول يا شباب بنات أن التأمين على الحياة هو عبارة عن أسلوب لتخفيف عواقب إيش؟ الوفاة المبكر، عواقب أخطار التقاعد، عواقب المرض، عواقب البطالة، عواقب العجز. هذا نقدر نقول هذا الشيء. وبالطبع أنه بخلاف جميع التأمينات الأخرى فإن عقد التأمين على الحياة ينص على وجود مستفيد عند توقيع العقد. بمعنى أنت لما تروح تأمن السيارة شركة التأمين لا تطلب منك مين هو المستفيد من التأمين على السيارة هذا، لكن عندما تقوم بتوقيع عقد تأمين على الحياة شركة التأمين راح تطلب منك تقول لك مين هو المستفيد من هذا العقد. هل المستفيد هو نفسه المؤمن له، أو هل المستفيد هو الزوجة أو الابن الأكبر أو الأب أو الأخ أو الصديق إلى آخره. وسبق وعرفنا المستفيد يا شباب وبنات، المستفيد هو الشخص الذي تؤول إليه المنفعة المترتبة على التعاقد، يعني المستفيد هو ذلك الشخص شركة التأمين إذا تعطيه مبلغ التأمين يسمى بالمستفيد. بالنسبة لأنواع عقود التأمين على الحياة هناك عدة أنواع يا شباب، عدة أنواع مختلفة للتأمين على الحياة، وهنا نقدر نحدد بعض الأنواع من التأمين على الحياة ونقدر نقسمها حسب إيش؟ تقسيم عقود التأمين على الحياة بحسب الخطر المؤمن ضدها، أو بحسب طريقة دفع تكاليف أو مبلغ التأمين، أو بحسب عدد الأشخاص المؤمن عليهم، أو بحسب الاشتراك في الأرباح. راح نشوف هذه النقاط. ناخذ التقسيم الأول وهو تقسيم عقود تأمين الحياة بحسب الخطر المؤمن ضده. في هذه العقود، عقود تأمين الحياة تنقسم إلى 3 أنواع. هناك ما يسمى بعقود تدفع في حالة الوفاة فقط، وهناك ما يسمى بعقود تدفع في حالة الحياة فقط، وهناك بعقود تدفع في حالة الوفاة أو في حالة الحياة.
النوع الاول يعني يا شباب شركة التأمين ما راح تعطي التعويض للمستفيد الا بعد وفاة المؤمن عليه. النوع الثاني شركة التأمين ما راح تعطي المستفيد الا بعد مرور مدة زمنية معينة تحدد في بداية التعاقد ويكون المؤمن له لسه على قيد الحياة. النوع الثالث هي عقود تدفع في حالة الحياة والوفاة، بمعنى انه اذا توفي المؤمن عليه المستفيد سوف يتمتع بالتعويضات، واذا عاش المؤمن عليه حتى نهاية المدة شركة التأمين سوف تعطي التعويض للمؤمن عليه هذا هو نفسه. فلو ناخذ النوع الاول، النوع الاول اللي هو عقود تدفع في حالة الوفاة فقط، في حد ذاتها تنقسم الى اربع انواع. هناك ما يسمى بعقود التأمين لمدى الحياة، هناك ما يسمى بعقود التأمين المؤقت، هناك ما يسمى بعقود التأمين لمدى الحياة المؤجل، وهناك ما يسمى بعقود التأمين المؤقت المؤجل. ايش المقصود بعقد التأمين لمدى الحياة؟ يعني هنا شي يقول لي انه شركة التأمين سوف تعطي التعويضات للمؤمن له او للمستفيد في اي وقت تقع فيه الوفاة، بمعنى بدون تحديد المدة. يا شباب نروح انا نوقع عقد تأمين على الحياة في حالة الوفاة، اول ما يتوفى المؤمن عليه مباشرة شركة التأمين تعطي التعويضات للمستفيد بدون تحديد المدة، بدون تحديد وقت وقوع الوفاة. هذا يسمى بعقود التأمين لمدى الحياة. بالنسبة للنوع الثاني عقد التأمين المؤقت، في هذه الحالة يقول لي انه شركة التأمين سوف تعطي التعويضات للمستفيد، لكن بشرط ان الوفاة تصير في مدة معينة تسمى بمدة التأمين. اذا صارت الوفاة في مدة التأمين المؤمن المستفيد عفوا يستحق التعويضات، واذا صارت الوفاة بعد مدة التأمين المستفيد تضيع عليه التعويضات. هذا يسمى بعقد التأمين المؤقت. النوع الثالث عقد التأمين لمدى الحياة المؤجل، يعني ان في هذه الحالة العكس تماما، العكس النوع الثاني، راح نختار مدة بعد التعاقد، نختار مدة 5 سنوات مثال، والشركة شو تقول؟ تقول للمؤمن له اذا صارت الوفاة في المدة هذه تسمى بمدة التأجيل راح تضيع عليك التعويضات، يعني تضيع التعويضات المستفيد، وحتى يتمتع المستفيد بالتعويضات لابد ان الوفاة تصير بعد مدة التأجيل. يعني عكس النوع الثاني يا شباب، عكس النوع الثاني. النوع الاخير عقد التأمين المؤقت المؤجل، يعني انه شركة التأمين سوف تقوم بإعطاء التعويضات للمستفيد بشرط أن الوفاة تحدث بعد مدة معلومة تسمى بمدة التأجيل. بمعنى يا شباب راح توقع أنت عقد تأمين، شركة التأمين شو تقول لك؟ تقول لك أنت عندك مدة تأجيل بين السن 20 والسن 25. إذا صارت الوفاة بين 20 و25 يستحق المستفيد التعويض. إذا صارت الوفاة قبل السن 20 أو بعد السن 25 ضاعت عليها بعض التعويضات. هذه هي الأربع أنواع من عقود التأمين على الحياة في حالة الوفاة. عندكم هنا مثال أول، مثال ثاني. عقد التأمين مدى الحياة المؤجل، عقد التأمين على الحياة لشخص عمره 26 سنة بمقتضاه تدفع شركة التأمين مبلغ قيمته 100,000 ريال عند وفاته بشرط لا تحدث هذه الوفاة قبل بلوغه سن 35 سنة. يعني هو عمره 26، فمدة التأمين مدة التأجيل المؤجل عقد التأمين لمدى الحياة المؤجل بين 26 و35. فالمستفيد راح يتمتع بالتعويضات بشرط ان لا تحدث الوفاة بين 26 و35. يجب ان تحدث الوفاة بعد السن 35 حتى يتمتع المستفيد بالتعويضات، فتسمى بعقد التأمين لمدى الحياة المؤجل.
بالنسبة لعقد التأمين المؤقت المؤجل، هنا قال مثال كأن يؤمن شخص عمره 25 سنة على حياته بمبلغ 100,000 ريال، هذه المبالغ تدفع عند وفاته بشرط، بشرط أن تحدث الوفاة بين السن 35 والسن 60. فإذا صارت الوفاة قبل سن 35 أو صارت الوفاة بعد السن 60 فإن المستفيد تضيع عليه، تضيع عليها التعويضات. هذه أنواع أو أمثلة على عقود تأمين مدى الحياة المؤجل وعقود تأمين المؤقت المؤجل. بقى راح نصل للنقطة هذه يا شباب بسرعة، مين عنده سؤال؟ راح نخلص يوم الأربعاء الوحدة رقم 20 ونبدأ الوحدة 21 و22 المفروض. فتحت لكم الشات يا شباب، مين عنده سؤال؟ مين عنده سؤال فيكم؟ لو ما فيش أسئلة يا شباب يا بنات، هل في سؤال؟ لا نقول تأمين أستاذ محمد، لا نقول تأمين إصابة العمل، لا، تأمين إصابة العمل هذا يدخل تحت تأمينات حوادث الشغل، أوكي، لكن تأمين إصابة العمل هي هذه وحدة حذفناها، تأمين إصابة العمل وحدة كانت موجودة وحذفناها، أي محذوفة. ايه يا شباب، اتبعوا الشرائح الموجودة في المنتدى 29 وحدة، في السابق كانت 30 وحدة، كانت 30 وحدة وتم حذف وحدة التي تخص إصابة العمل. اوكي يا شباب، لو ما فيش أسئلة راح اطلعكم حتى تحضرون محاضراتكم الاخرى. اوكي، الله يبارك فيكم، اوكي، تصبحون على خير. العفو، الله يبارك فيكم.